الآية الشريفة تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة تقتضي عندما تريد أن تعظ وتدعو لا تكون لك حالة من الاستعلاء. الله عز وجل يقول لرسوله خاطب المشركين بهذه العبارة: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في حين الحوار معهم لم يقل إنا على هدى وأنتم على ضلال مبين، وبالفعل هكذا كان الرسول كان على هدى والمشركون كانوا على ضلال مبين، ولكن هذا الأسلوب من الخطاب في حالة استعلائية ومنفر. لذا يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وفي قضية المباهلة نشاهد أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول لرسوله باهل هؤلاء النصارى: ائت بنفسك ونسائك وأولادك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لم يقل ثم نجعل لعنة الله عليكم وأنتم الكاذبون. وبالفعل لو كانوا يباهلون لعنة الله كانت تنزل على النصارى الذين باهلوا وهم كانوا كاذبين، ولكن الخطاب يكون هكذا: ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين إن كنا نحن الكاذبين أو أنتم الكاذبون. بهذا النوع من الخطاب تميز الخطاب الإسلامي. ففي الثقافة الإسلامية يجب أن يكون الخطاب جميلا وليس فيه حالة استعلاء. كثير من التيارات الفكرية التي ظهرت في القرن الماضي في البلدان الإسلامية يوجد فيها هذا النوع من الحالة، الاستعلاء المطلق، هم الذين يفهمون فقط والآخرون بهائم لا يفهمون، هكذا يتعاملون. ولحد الآن حينما تقرأ لبعض مفكريهم تجد هذه الحالة بوضوح، ومع الأسف هذه الحالة سرت إلى بعض من يريد أن يبلغ للإسلام. حالة الاستعلاء، هذه حالة الاستعلاء تولد من النفور. أنت لست في نزال حرب، أنت تريد أن تهدي، والذي يريد أن يهدي ينبغي عليه أن يستعمل أدوات الهداية، ومن تلك الأدوات الحوار المنطقي المفيد البعيد عن السباب والشتم وما إلى ذلك.